مرحبا بكم في قناة الكيدز تويز، القناة العربية الأولى التي تعرض كل ما يخص ألعاب الـLOL سبرايز وشعارها تيفا. مشتركين قناة الجدد، هناك صفحتنا على الفيسبوك اسمها كيدز تويز فانز. نجري مسابقة أسبوعية لربح كرات الـLOL سبرايز، وتجدون الرابط واسم الصفحة أسفل كل فيديو. ما بيوم سباركل سيريز، لماذا أنتم هكذا؟ أهلا، كيف حالك؟ ما كل هذه الفوضى؟ كنا نحتفل. أحضرت لكم سباركل سيريز. أحقا أحضرت لنا؟ شكرا لك. أين هم؟ إنهم في الطابق العلوي. هيا اذهبوا وأحضروهم. هيا. أحضرت 4 كرات من الـLOL سبرايز سباركل سيريز. بالعودة إلى القائمة، بأن هناك الكثير من الـLOL لم نحصل عليها. هيا لنحاول. هيا هيا ابدأي، أنا متشوقة جدا. هيا ابدأي ابدأي. حسنا يا في آر كيوتي، هيا لنبدأ. أتمنى أن نحصل اليوم على أشياء جديدة. هو المسج Starlight Star Bright. هيا لنكمل. هي أول كرة، دعونا نفتحهم جميعا. ها هي الكرات وها هو المسج. هنا Time to Shine، أي أنه حان وقت اللمعان. انظر إلى هاتين الكرتين متشابهين بنفس المسج. أتمنى الحصول على شيء جديد، لكن هنا حصلت على مسج مختلف وهو Sparkle Baby. انظروا، حصلت على 3 كرات زرق وواحدة وردية. يا ترى هل حصلت على شيء جديد؟ دعونا ننزع الكيس ثم نرى. وآخر واحدة. دعوني أبدأ بهذه أولا، أنا متشوقة لأرى سباركل بيبي. دعونا نتعرف. حذاء وردي بجلتر. انظروا إلى هذا الإكسسوار، كم هو جميل. على شكل ريشة. على شكل مايو. أعتقد أنني حصلت على شيء جميل. ها هو اكسسوار. انظروا إلى هذا الاكسسوار، أيضا جميل جدا. وها هي حافظة الماء. وأخيرا دعونا نتعرف على هذه الشخصية. هيا. واو، شخصية جميلة. نفس الشخصية التي حصلت عليها جنى الرابحة الأولى في صفحة الفيسبوك. انظر يا جنى، لقد حصلت عليها. وأيضا تذكرني بشخصية من السيرز 3. أين أنت؟ ها أنا. انظر إلى الشبه الكبير، إنها نفس التسريحة، نفس الشكل. انظر هنا إلى الشامة التي بجانب الفم، لكن هذه بجلتر وهذه لا. لنتعرف عليك. شو بيبي، باكية جدا وتفعل بيبي. انظر كم هي جميلة. شو بيبي، دعونا نرى هذا أم هذا. حسنا، اللون الوردي. أيضا الحصول على شيء جديد.
أو ثياب جديدة. أيضا حصلت على شخصية جديدة. ثياب جميلة على شيء جديد. انظر إلى هذا الحذاء كم هو جميل. أسود جلاتر. أنا شخصية أنيقة. وها هي حافظة الماء. أيضا هذه الشخصية تبحث عن قطتها. وها هي النظارة. هوبا. واو، شخصية جديدة وجميلة. واو، كم أحببتها. إنه الشعر الأزرق مع الأسود بجلاتر. ما أجملها. لنتعرف على هذه الشخصية، ها هي اسمها داسك. إنها أيضا تفعل تحتها وتبصق الماء. هيا. واو، انظروا إلى داسك كم هي جميلة. قلت داسك؟ واو، إنها شخصية تشبه تسريحة شعري. نعم، أنتن تمتلكن نفس تسريحة الشعر. قلت لك، لكن اللون مختلف. نعم يا داسك، اللون مختلف. هذا وردي بجلاتر، وأنت الأزرق والأسود. دعونا نكمل. بقيت آخر اثنتين. يا ترى هل أحصل على شيء جديد؟ حصلت على شيئين، هل أحصل على المزيد؟ دعونا نرى. أتمنى أن أحصل على شيء جديد. نبدأ. واو، هي حافظة الماء. لم أحصل على هذه الحافظة من قبل. أيضا حصلت على شيء جديد. عقد أسود. واو، أعتقد أننا حصلنا على بانك بوي. إنها ثياب ولد. وها هو الحذاء أسود بجلاتر. تعال يا بانك بوي لنتعرف عليه. هيا اخرج. ها أنا. واو، بانك بوي. وأخيرا حصلت على بانك بوي. إنها نفس تسريحة نايت فول. ها هو بانك بوي. أيضا يبصق الماء، وإنها شخصية باكية، لكن لا تقول لنايت فول. ها هو بانك بوي. ولد؟ ولد؟ أيوجد ولد بسباركل سيريس؟ نعم، أعتقد أنه يوجد ولد. انظر إليه، اسمه بانك بوي. لم أحبب هذا. أنا الولد الوحيد هنا، لا أريد. أريد أن أذهب إلى الأولاد. دعوني أذهب، دعوني أذهب. حسنا، كما تشاء، سوف نكمل. وآخر كرة. أيضا أتمنى أن أحصل على شيء جديد. أنا متفائلة، حصلت على 3 من 4. هيا. يا ترى هل أحصل على شيء جديد؟ دعوني أرى. هيا. واو، أحصلت على بانك بوي جديد. أعتقد أنه حذاء بانك بوي. نعم، حصلت على بانك بوي. انظروا ما أجملهم. هذه شخصيات الألوان سباركل سيريس. العودة إلى القائمة نرى. تبقت لدي 4 شخصيات من قائمة الألوان سباركل سيريس. أنا أحببت أكثر شيء بانك بوي لأني انتظرته طويلا. وأنتم يا متابعين، أي من الشخصيات سباركل سيريس أحببتموها أكثر؟ ضعوا هذا في تعليق. افسحي لي، أريد أن أقف بجانب أخي. ها؟ انتظر قليلا. أتمنى يا أصدقاء أن تكون الحلقة قد أعجبتكم. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة أخرى من ألو السبرايز.